السلام عليكم. اتفق الفقهاء على استحباب صوم يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، إلا للحجاج. فقد ثبت عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. أخرجه مسلم. وفي الحديث: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وفي معنى تكفير السنة الماضية والمستقبلة، قال بعض الفقهاء: إن الله سبحانه يغفر للصائم ذنوب سنتين. وقال آخرون: يغفر له ذنوب السنة الماضية ويعصمه عن الذنوب في السنة المقبلة. أما فيما يغفر من الذنوب بصيام يوم عرفة، فقال جمهور الفقهاء: المراد صغائر الذنوب دون الكبائر، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن من الذنوب إذا اجتنبت الكبائر. وقال آخرون: إن هذا لفظ عام، وفضل الله واسع لا يحجر، فيرجى أن يغفر الله له ذنوب صغيرها وكبيرها. في يوم عرفة الكل يرفع يديه بالدعاء، يرجو الرحمة والمغفرة من الله، فالكل عبيد له عز وجل، يطمعون أن يقبل تضرعهم ويباهي بهم ملائكته فرحة بإيمانهم وطاعة له سبحانه وتعالى. ويستحب الإكثار من الأعمال الصالحات في هذا اليوم. ففي الحديث الشريف قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يرزقنا وإياكم زيارة بيته الحرام.